ادخل. سلطانة. مصطفى. توقعت مراد يقتلني، بس شفت عينك قدرت انفد من الموت. القدر عم بيعاند رغبتك. عرفت سلطانة، بهنيكي. ما هيك؟ اوعك تفكري انك راح تكوني بامان من خلال هالولد. الشيء اللي صار مع السلطانة عائشة لازم يكون عبرة لإلك. جبتني لعندك لتهددني؟ لحتى نبهك. بس يا سلطانة، سمعت انك اتطاولتي على مولانا وقلتي عنه مستبد وظالم. انتبهي لتأذي حالك وتأذي ابنك من ورا هالكلام. مفكرني مثل السلطانة عائشة مو هيك؟ مفكرني جبانة؟ مفكرني ضعيفة؟ بعدين ليش لأأذي نفسي وعدوي قدامي؟ تفضل. تعال قاسم. مولاي، ما بعرف هو شو حكى لك، بس أنا من فترة الأغوات جابوك من الحانة، ومن كتر ما كنت شربان خمر كنت سكران وغايب عن الوعي. مظبوط؟ مظبوط. خليني أوضح لك الأمر. ومن كتر ما شربت وخبصت بالمشروب صرت تتخيل وتقول شفت السلطانة جوه البهار بعيونك. مو خيال يا مولاي، هذا واقع. وإذا مو مصدقني فيك تسأل السلطانة. عرفت إنه حكي صحيح بعد ما حاولوا يغتالوها مبارح بالليل. كيف؟ أنت شو عم تحكي؟ مين اللي عمل هيك؟ في جارتين حاولوا يغتالوها، بس الحمد لله أنا وصلت بالوقت المناسب. وفي جاري قالت لها السلطانة جول بهار بتسلم عليكي، وطبعا واضح يا مولاي إنه هي اللي بعتتهم. وهالقصة بيازيد متورط فيها. الواضح إنه الكذب رح يضل مستمر يا مولاي. أنا ما إلي أي علاقة بهالموضوع وما بعرف فيه. مين هاجم لكان؟ مين حاول يقتلها؟ إجابة هالسؤال مو عندي يا مولاي. بعدين مو أنا اللي بحيك المؤامرات. بلكي السلطانة قسم ساوت هيك لأنه النفت من القصر. هي متقصدة تطالعني خاين وتشوه صورتي بنظركن لحتى تحكم علي بالإعدام. وبعدها قاسم هو بصير ولي عهدكن. اللهم طولك يا روح، انت زودتك كثير. قاسم، مو مراعي وجودي؟ شو هالوقاحة؟ انتو شو قصتكن؟ لك مو انتو اخوة؟ ولا صايرين اعداء وانا مالي خبر؟ أنا هلأ بدي أفهم شو اللي وصلكن لهون؟ كيف صرتوا أعداء هيك؟ في واحد منكن عم بيكذب، يا أنت يا قاسم. أنا بنفسي رح أعرف حقيقة الموضوع، واللي عم بيكذب رح يتحاسب. ولهداك الوقت يا ويلكن إذا بتتخانقوا. حكي مفهوم؟
اطلعوا لبرا، ما بدي اشوف حدا فيكن. اطلعوا لبرا. قاسم، شو الموضوع؟ انت شبك؟ بيزيد، ما اكتفى بمحاولة اغتيال امنا السلطانة، فوق هيك راح اشتكى لمراد. بعد كل عمايله الوسخة سبقني لعند مولانا. قاسم، خلص حاجتك، انت عم تزودها كتير على بيزيد. ابراهيم، انا هي جيتي من عند مولانا. وقت فتت كان بيزيد عنده، قال أنا وأمي تآمرنا عليه وبدنا نخلص منه من شان صير أنا ولي عهد الدولة. بيزيد؟ إيه بيزيد. أنا قلت لك يا إبراهيم، الخيانة بدمه وما بيتأمن له أبدا، وأكيد هلأ عم يخطط لشي تاني. إبراهيم، أنا وياك بخطر، لازم نكون حذرين وما نترك لهم أي فرصة. فهمان علي؟ صنوبر خانم؟ سمو الأمير؟ سنان باشا حكى لي عنك وقال لي انه بقدر اوثق فيكي. كون واثق من هالشي. انا بهي الفتره ما رح اقدر اتواصل معه، انت اللي رح تقومي بهي المهمه، انطري مني خبر. وانا تحت امرك. السلطانه جل بهار مو ميته؟ بيزيد كذب هالشي وقال عم يتهموه ليشوهوا صورته بنظري. على كل حال خدوا التدابير اللازمة وابعتوا كام آغا على القصر القديم لزيادة حماية السلطانة الأم. تحت أمرك مولاي. من جهة قاسم ومن جهة بيازيد، الاثنين إخواتي وما بعرف مين بدي صدق بيناتهم. أكيد في واحد منهم كذب علي واستغل ثقتي فيه. مولاي، للأسف في واحد كمان عم يستغل ثقتكم فيه، محمد أباظة باشا. أنا سبق وحكيت لك عن شكوكي فيه، كنا عم نراقبه كل الفترة الماضية. جماعة الروم والأرمن اختلفوا على تحديد موعد عيد الفصح وكبرت القصة بيناتهم. إيه؟ البطرك اجى لعند الباشا مشان يضغط على الديوان لاستصدار قرار يرضي جماعة الأرمن، حتى قدم له رشوة يا مولاي. وهو أخدها؟ للأسف إيه يا مولاي، أنا بنفسي كنت عم راقب وشفته للباشا أخد الصندوق. سلطانة، بصراحة أنا مصدوم. آخر شيء كنت بتوقعه بيكون لسمو الأمير بيزيد إيد بهي المؤامرات. وأنا كمان تفاجأت يا خليل باشا، الحية جل بهار ورطته معها ولابد ما خليها تدفع الثمن. ليك خليل باشا، بدك تلاقي لي إياه ولو بتكون متخبية تحت سابع أرض. أنا عممت الخبر بكل أطراف العاصمة واتفقت مع رسام كتير ماهر برسم الملامح وعمل صورة للسلطانة جل بهار. بلكي إذا نشرناها بنقدر نصل لنتيجة. ممتاز، هالفكرة كتير حلوة،
خليه يرسم 1000 نسخة ووزعوها بالعاصمة ونشور خبر إنه في جائزة. قلن يلي بيلاقيها رح كافئه 10,000 ذهبية. استعجل شوي شباب. سلطانة، لما قال لي سنان باشا بدك تشوفيني بصراحة ما صدقته. الكل بيعرفك متوفي. الله يبعد عنا الموت. اضطرينا نعمل هيك مشان سلامة ابني وحمايته. السلطانة قسم عم تدور على فرصة لحتى تتخلص منه، ولهيك طلبت مساعدتك. العفو منك، بس نحنا شو لنا علاقة بهالشي؟ مثل ما بتعرف السلطان مراد رح يقود حملة على الفرس، وهي آخر حرب رح يقودها، لأنه عمره ما رح يكفيه ليأخذ قلعة ريفان. أنتو معناها ناويين تغتالوا السلطان مراد، ولا فهمت غلط؟ رح ينال اللي بيستحقه بالنهاية، وابني بيزيد بصفته الأمير الأكبر هو اللي رح يستلم العرش. بس السلطانة قسم رح تحاول بكل قوتها تمنع هالشي. بس إذا الشاه صافي حابب يساعدنا بيتغير كل شيء ومنحقق غايتنا سوا. آل عثمان دايما كانوا يتركونا بنص الطريق، ليش هلأ لحتى أوثق فيكي؟ لأنه السلطان مراد رح يهاجمكن، ونحن الوحيدين اللي بنقدر نمنعه. نحن طبعا ما رح نرفض إيد الصداقة الممدودة من سمو الأمير بيزيد، بس نحن كيف بدنا نساعدكن؟ لحتى أمير يوصل للعرش بدون مشاكل نحن بحاجة الذهب. العصيان بصير بسهولة إذا العسكر اندفع له. ادخل. أهلين يا أميري. ممكن نحكي لحالنا؟ امبارح أخي السلطان بعت وراي، بيازيد كان عنده بكل وقاحة اشتكاله وقال له محاولة الاغتيال لعبة منا، منشان نشوه صورته بنظره ونخلي مولانا يقتله منشان صير أنا ولي عهد الدولة. وأخوك شو حكى؟ ولا شي. أنا قلت له الحقيقة بس ما صدق، وقال بالأول بده يتأكد. وأنا لهذا السبب ما بدي خبره بشي. كرهه إلي ما عم بيخليه يشوف الحقيقة يلي قدامه، وإنت لا بقى تحكي له شي أبدا. واعتباراً من هاللحظة أنا وياك بس اللي رح نتصرف. وشو رح نعمل يا أمي؟ نترك بيازيد يورطنا؟ شوف، الإنسان لما بتنغرس بقلبه بذرة شك بدون ما يحس بتكبر وبتتحول لحقيقة وبتصير تحاصره من كل الجهات. وهيك رح نعمل، نزرع له بذرة شك. مولاي، 10,000 جندي بمعسكر ديار بكر ناطرين تشريفكن، وعساكرنا تأكدنا من جاهزيتهم وناطرين الإشارة يا مولاي. عظيم، يمكن أمير جوناي رح يسلمنا القلعة بدون حرب. أنا ما بتوقع أنه أمير جوناي يستسلم ويتنازل عن ريفان يا مولاي. مثل ما بتعرفوا هو أمير من سلالة الأسرة الصفوية الفارسية، وصعب يستسلم بهالبساطة. أنا مو ناوي ارجع بدون ما حارب يا باشا. إذا اضطر الأمر أنا باخد روحه وبفتح ريفان. شو لسه في عندكن؟ مولاي، بطرك الأرمن كافوريك أفندي التجأ لإلنا لأنه مختلفين مع الروم
على موعد عيد الفصح وطلب من الديوان يبت بالأمر. أنا عرفت بالموضوع يا مولاي. الروم الأرثوذكس بدهم كنيسة القدس تحل الخلاف يلي بيناتهم، بس جماعة الأرمن رافضين هذا الشيء. هذا اللي صعد الخلاف بينهم. محمد باشا، أنت شو رأيك بالموضوع؟ مين اللي معه حق؟ مولاي، كل جماعة منهم عم تستخدم تقويم مختلف، وهذا هو أصل الخلاف بيناتهم. وبهالحالة شو ما كان قرار كنيسة القدس فما رح يكون عادل. لهيك أنا برأيي البطركية باسطنبول هي اللي رح تحل هالموضوع يا مولاي. محمد باشا، لحتى وصلت لهي القناعة قديش الرشوة اللي أخذتها؟ مولاي، أنا ما أخذت منهم رشوة أبداً. أغوات، حضرة البطرك، أنت عطيت محمد أباظة باشا رشوة لحتى يساعدكن؟ مزبوط يا مولاي السلطان. أنت رجل دين وراهب، شلون بتخالف معتقدات كنيستك؟ طعوا له راسه. مولاي بترجاك تسامح لي يا مولاي، بترجاك تسامح لي يا مولاي السلطان. مولاي اللي صار غصب عني، أنا كان هدفي حل المشكلة، بترجاك سامحني وعفي عني يا مولاي. سمعت شو قال البطرك؟ اعترف عليك؟ لساتك مصر على الإنكار؟ مولاي، أنا أخذت المصاري مزبوط، بس مو كرشوة نهائيا. أنا ما حطيتها بخزينتي ووزعتها بالكامل على الفقراء والمحتاجين يا مولاي. عم بتوزع الرشوة على الفقراء؟ ليش ما بتعرف إنه هذا الشيء حرام؟ ورشاوي البوسنة شو عملت فيها؟ كمان وزعتها على المحتاجين؟ وأموال التجار والثروات اللي صادرتها تبرعت فيهم للجمعيات الخيرية؟ مولاي بترجاك، هذا مجرد افتراء وردة فعل حاقدة من رئيس الحرس. وأبوه، أبوه خسر ثروته بالبوسنة وعم بيحملني مسؤولية هالشي يا مولاي. هن اللي لفقوا لي هالتهمة هي. شكاوي أهل البوسنة ضدك موثقة عنا يا باشا، ومشكلتك اللي صارت مع أبي معروف شلون قدرت تحلها. ونائبك الباشا اعترف برسالة أنه تلقى أوامره منك مباشرة، واعترف كمان أنك رشيت قاضي القضاة بهاي الدعوة لحتى تضمن سكوته. محمد باشا، الوضيع اللي بمد إيده على مال الرشوة والحرام ما له مكان بالديوان. أنت معزول من وظيفتك ومن منصبك. خدوا حبسوه بجناحه، بعدين بقرر شو عقابه. مولاي والله أنا ما أخذت رشوة أبدا. مولاي بعيد. مولاي لما الخوان الانكشاريين قتلوا أخوك السلطان عثمان، مين يلي دفع عنك وحمالك القصر؟ أنا بس يلي دفعت عن الدولة العلية وغامرت بروحي كرمال شرف الأسرة الحاكمة. أنا حاربت كرمالك، هيك بتكافئني؟ خاين الدين والدولة، مو مطلوب منه يحمي شرفنا. مولاي مولاي، هذا شو سايق يا مولاي؟ مولاي أنا ما أخذت رشوة يا مولاي، دفعوا لي هالتهمة يا مولاي. أنا ما أخذت رشوة أبداً. We'll be right back.
محمد باشا؟ شو الموضوع؟ لوين أخدينا؟ مولانا عارف باتفاقي مع جماعة الأرمن، قطع له راسه للبطرياك كافوريك، وأنا بتهمة الرشوة عزلني من منصبي، وهلأ رح انسجن لحتى يصدر حكمه بحقي. ومن وين عارف؟ مين اللي خبره؟ رئيس الحرس. مين في غيره يا سلطانة؟ طيب أنا رح شوف ابني ورح حل المشكلة، لا تقلق بنوب، خدو. شو هالمصيبة؟ عقاب محمد باشا لازم يكون عبرة إلكن. أي حدا بيخون عهد الإخلاص للحاكم وبيقبض رشاوي، هاد حيكون عقابه. وانت يا حسين، انا قررت انه اعزلك من هالمنصب. عفوك يا مولاي، انا قصرت معكم بشي؟ بالعكس، انت بتستاهل كل التقدير على اخلاصك وتفانيك، ولهالسبب عينتك قائد للبحرية. بتمنى لك التوفيق. ربي يقدرني ويكون عند حسن ظنكم فيني. إن شاء الله. والمنصب الشاغر اللي كان لمحمد باشا رح أمنحه لأكتر حدا بيستاهل، وهو رئيس الحرس مصطفى باشا. من اليوم أنت وزير الأعظم. غمرتوني بلطفكن وكرمكن يا مولاي. بوعدكن أن يكون عند حسن ظنكم. الكل لازم يعرف أنه مصطفى باشا بيمثل إرادتي المطلقة. مو بس وزير الأعظم، هو بيكون صديقي المقرب. الخانم شايفة شي؟ مين بتكون؟ مين ما كانت، ما إلك علاقة بهالشي. جاوبني إذا بتعرفها أو لا. لا والله ما بعرفها، بس أنا عندي معارف كتار. هات الرسمة وأنا بسأل معارفي عنها، وإذا طلع معي شي ببعت لك خبر. إذا عرفت شي بعت خبر لخليل باشا، تأخذ مكافأة حلوة. حطوا جائزة 10,000 ذهبية. 10,000؟ والله شي محرز، معناته هي مهمة. انت لا تاكل هم يا آغا، إذا عرفت شي بخبره للباشا فورا. تمام. ادخل. من إمتى أنا كنت أنطر عند بابك لحتى تقبل تشوفني؟ ليش وصلنا لهون يا مراد؟ إذا جاي مشان محمد باشا فلا تحاولي. محمد باشا دائماً مخلص للدولة العلية ومن سنين طويلة، بعدين لازم تعفي عنه بس كرمال المرحوم أخوك السلطان عثمان، هو الوحيد اللي وقف جنبي وقتها. معقول كرمال هالشي ما شوف الأخطاء اللي ارتكبها الباشا وسامحه؟ وعلى كل حال معروف دوافعك لحماية الباشا، عنده ثروة كبيرة وبيتبرع دائما للوقف.
وبهالطريقة كسبك لصفه. الوقف عم بيطعمي آلاف الأهالي كل يوم، شو فيها إذا تبرع؟ هذا شي طبيعي. مال الحرام ما بصير إنه يندفع صدقة. بعدين محمد باشا أباظة سرته من الرشاوي والسرقات، وللأسف أنت طمعتي فيها. مانك ملاحظ يا مراد إنه كل اللي حوالينا عم بيحاولوا يوقعوا بيني وبينك؟ ما بدهم إني يكون جنبك بنوب، وأنا وقت أبعد أنت رح تتأذى. يلي حواليك إخلاصهم مزيف. اوعى لحالك، اوعى، عدونا واحد وعم يحفر لك قبرك. مين هدول اللي عم يحفروا لي قبري يا أمي؟ السلطانة جول بهار؟ عن جد بدك يعني صدق هاد الحكي؟ بعرف ما بيتصدق هالموضوع، ومع هيك جول بهار عايشة لليوم. مبارح بالليل في تنتين جواري دخلوا على جناحي وكانوا رح يقتلوني لو ما قاسم إجا. كنت أنت اليوم عم تتقبل التعازي بوفاتي. وبلكي هالشي كان من ترتيبك ليصير قاسم الأمير الأكبر وتضمن رجوعك على القصر. كل شي ممكن. خسارة، مو مصدقة يلي عم تقوله. أعدائي ما قالوا لي من قبل. رجعي على القصر القديم، ولا بقى تجي لهون إلا بإذني. طيب يا مراد، رح أمشي وأترك هالقصر، وما بقى رح تشوف وشي ولا تعرف مكاني ولا تعرف حتى وين أبري. بس بعدين رح تواجه ضميرك ورح تندم، ومع هيك رح أنصحك نصيحة وحتكون آخر نصيحة بقلك ياها. وحياة راس ولادي كلن، وبحلف لك بأعظم الأيامين إنه السهم خلص طلع من القوس وجاي صوبك. بيزيد ما عاد هذا الأخ المخلص البريء نهائيا. الطمع بالسلطة سيطر عليه ورح يعمل كل شي كرمال العرش، كل شي. مبروك المنصب الجديد يا مصطفى باشا، قدرت توصل لهدفك وقدرت تخدع ابني وتتخلص من محمد باشا. أنا قمت بواجباتي يا سلطانة، وكل حدا ما بيكون وفي لمولانا السلطان لازم ينال العقاب المناسب. قصدك تقول حتى السلطانة الأم ما رح تنفذ من العقاب؟ حاشا يا سلطانة، أنا ما بتجرأ. إلك عندي نصيحة، بما أنك وصلت لقمة الجبل، في ثلوج بالقمة وفي أعاصير والشتاء قاسي كتير، وربيع الجبل ما بتلحق تتنعم فيه، ومن الصعب أنك تنزل إلا في حال وقعت، وغالباً أنك رح توقع. اللي ربي كاتب لي إياه هو اللي رح يصير. مظبوط، وأنا بتمنى لك الخير بصفتك صهري طبعا، كرمال سعادة عتيقة. بس يبدو أنه هي مو كتير سعيدة معك. قال ما عم تقوم بواجباتك كزوج. سلطانة، أبظن أنه هالموضوع خاص كتير، وأنا بخجل أحكي فيه معكم. أنت متزوج واحدة من العائلة الحاكمة، يعني هاي العلاقة مرتبطة بالدولة. أنت مو بس زوجة يا باشا، أنت خادمها المخلص، يعني إسعادها هو واجبك. إذا مرة تانية بشوفها مزعوجة رح طلقكن. إذا بتخسر عتيقة بتخسر معها كل شي، وكل طموحاتك بتنتهي وقوتك بتضيع. Oh!
سامحني يا مولاي، أنا ما كنت منتبه لأني كنت مركز بالتمرين. تعال لهون وواجهني، المفروض أني أشوف قوتك لأنه رح أخذك معي على الحرب. عن جد أنا بدي أروح معك؟ طيب قاسم وابراهيم، انت بس اللي رح تجي معي. يلا ورجيني مهارتك وهاجم بكل قوتك. المعارك بدها شجاعة، بدها حذر، وبدها رجولة، وهذا أهم شرط. وإذا شوي بتتردد بس لم ينقطع رأسك. لازم تعرف دائما مع مين عم بتحارب. قديش فرق العمر بيناتنا؟ 6 شهور. يعني أقل من سنة. شوف سخرية القدر، أنا ولدت قبلك بس ب6 شهور وطلعت على العرش. أنت كان ممكن تكون مكاني. هاد نظام الدولة وما اشتكيت منه يا مولاي. بالعكس أنا سعيد أني تحت أمرتكم. بالحروب يا بيازيد ما بنعرف شو ممكن يصير. ما بتعرف، يمكن ربي كاتب لي استشهد بهالمعركة. وقت أنت بتصير السلطان. الله لا يقدر يا مولاي. آمين يا أخي. المحظورات كانت تقيلة على الناس، حتى انهم ما عاد طلعوا من بيوتهم. اذا الخمر والحشيش ممكن يتسببوا بأذية الناس، الدخان ما بيأذي حدا. نعيب نف الدخان كأنه اصل البلاء، وانما اجدى بنا ان نعيب نف آهات المظلوم ان تكلم. ايه والله مزبوط الحكي يا سادة.
هاي الحياة ما ضل إلا لا طعم ولا لون، لا فيون ولا خمور ولا قهوة ولا حتى دخان، ما ضل في بهجة ولا فرحة، كله ممنوع. سلطان مراد بكل مجلس بيحرص على وجودك فيه لأنه بيقدرك، لو تحاكيه وتعطيه فكرة عن وجع الناس لحتى يعيد النظر بفرمانه. لو بقدر غير له رأيه وأثر فيه، مو بس شاعر بكون، بكون حاكم مثله. اللي شافه مولانا السلطان مناسب قرره وممنوع نعترض عليه. شاطر تهجي كل الناس، ومع السلطان بيصير لسانك كأنه عم بينقط عسل وشهد. ايه الخوف بيعمل كتير وقليل. لما يكون في جدوى وفايدة من الهجاء أنا ما بخاف منه، حتى لو بيكون أبي هو اللي عم بهجيه. من يقول دولتي عيب بها وبئس القانون؟ قل لطالما الحزم سيد في الدنيا والمعترك لا تشتكي منها، فهذه دولتي لآل عثمان نار ونور، إن يوما حوتك فافتخر بما شرفك. اعذرني على فضولي يا مولاي، بس شو قررت بخصوص محمد أباظة؟ أمي كان معها حق باللي حكيته. محمد أباظة حارب مشان ينتقم لموت سلطان قتل غدر. مظبوط هالحكي، بس هو انتقم لسلطان بمحاربة السلطان اللي بعده. هو يتمرد على عمك، بيجوز يكون هالتمرد مبرر، بس اللي بيخون سلطان ممكن يخون كل السلاطين. مولاي، بكري مصطفى، شو عم تساوي هون بنص الليل؟ أنا كنت سهران مع رفقاتي هون، وبس خلصنا هنن راحوا، وأنا كنت عم حاول لاقي طريقي عالبيت. مضيع طريق بيتكم؟ ايه يا بيك، مد ايدك لشوف ورجيني شو مخبي. حاشا يا مولاي، معقول انا خبي شي عنكم؟ مد يا بكري. ورجيني التانية. مد ايديك التنتين يا بكري مصطفى، التنتين. قرب خطوة. لا الله يوفقك يا مولاي، هيك رح تنكسر الجرة واخسرها. بكري مصطفى، أنا ما قلت لك إذا بشوفك عم تشرب رح أعاقبك وأقطع لك راسك؟ مولاي، قرب لهون. تعال معي. جاد القدر بناكر لجميل دولتي العليا، ترى الناكر بعد حين في أي بؤس ينهمك. أهل ديني وديانتي قد حصنوا بنور منير يقيهم شر الجهالة. تب فجهنم هي موطنك، تب وتنور، مجدك فان دون دولة. ولا تزهو بنفسك فتقول للنفس آه ما أعظمك.
شو يا مفيد أفندي؟ أنت مين عم تهجي؟ اللي بيستاهلوا الهجاء ما بينعدوا بهالدنيا يا مولاي، صعب أقدر حدد لك. اللوراء ما بقى 9 قصائد الهجاء، من شان هيك عمل ديوان. والله؟ نعم يا مولاي، واسم الديوان اللي عملته هو سهام القدر عن باشا سيء الصيت. كتير منيح، بس يكون جاهز بعت لي نسخة منه لحتى أشوفه. بتشرف يا مولاي. مفيد، هذا الزلمة شجاع ودمه خفيف مثلك وشاطر بالهجاء كمان، بينادوله بكري مصطفى. مولاي أنا شو فهمني بالهجاء؟ بس العفو من جنابك ومن بعد إذنك، إذا بتسمح لي إني أشرب ما بتلاقي حدا أقوى مني بالشعر. كسرنا الجرة وحرمناك الخمر، جيبوله بريق خمر لبكري مصطفى. من حسناتي شارب الخمر ساعة الصدر، بس مدمن الخمر ما بتنحسب له حسنات. لا هذا الكلام ظالم، لولا هالجرة واللي جواها ما كنت بتحملك. صار عندك مهمة إضافية فرحات آغا، السلطان مراد رح ياخذ الأمير بيازيد معه، بدي اياك تحمي الأمير منيح وتحافظ على حياته. لا تقلقوا يا باشا، أنا رح أعمل اللازم، بس بعد موت السلطان مراد المفروض المعسكر بالكامل يدعم أميرنا، بس بوجود كمال آغا هالشي مستحيل. فينا نزيد المبلغ شوي لحتى نضمن ولاء كل العساكر، وفي حال ساءت الأمور بشكل مفاجئ بتاخد كل التدابير لخروج أميرنا من مقر الجيش بخير وسلامة. كون مطمئن باشا، شو قصة إشاعة السلطانة كل بهار؟ عم يقولوا إنها مو ميتة مزبوط؟ مجرد كذبة من السلطانة قسم، كله مشان تلعب بعقل السلطان مراد وتخليه شك بإخلاص سمو الأمير. أصلاً السلطان مراد ما عم ياخد برأيه. بكرة الصبح رح تتقرر عقوبة محمد باشا، احكي مع مولانا يا كمال كيتش. أنا عم يتحسس مني وعم يتقصد يعاندني بكل موضوع. رح أعمل جهدي يا سلطانة، مع هيك ما بظن هالشي ينفع. الاتهامات الموجهة ضده خطيرة، طبعا كله من تدبير رئيس الحرس. هيك وصل اللي بده اياه ودخل الديوان. فكرته عن جد صديقه وبيوقف جنبه دائما، بس طلع ضرره أكتر من نفعه. مرة مصطفى ومرة بيزيد ومرة فاريا، محاصرينه مثل الأفاعي من كل الجهات وعملوه عدوي، وهو ما نو شايف شيء قدامه. سلطانة، القلب وقت يصير أعمى العيوب ما بتعود تفيد بأي شيء. هو أنا فقدت الأمل، الحقيقة مرة، بس الإنسان لازم يشوفها ويتأقلم معها. سلطانة، الظاهر في شيء عم يدور براس حضرتك، يا ترى أنا فيني أعرفه؟ الإخلاص ميزة نادرة الوجود بزماننا، ومن دون شك قيمتها كبيرة، لأنه الشخص القوي مثل الشمس الكل بيدور حواليه بهالحالة، بس لما تتخلى عنه القوة وتنطفي الشمس أول مين بيتركه هن أقرب الناس. ومع هيك أنا في حوالي ناس بوثق بإخلاصهم والحمد لله،
مثلك يا كمال. وقبل ما ابني يحترق ويحرق معه الدولة ويحولها لرماد وكرمال العيلة الحاكمة ومستقبلها، عرش السلطنة لازم يتغير. يعني عقوبتي الأعدام. السلطانة قسم تخلت عنك وما أنقذتك يا محمد أباظة، وهلأ إجا وقت الحساب. مفكر بهالشي اللي عملته انتقمت لأبوك؟ يا خسارة، بما أنك اعتبرت أمورك الشخصية أهم من الدولة، فكون متأكد راح تكون آخرتك أسوأ من آخرتي بكتير. مو بس لأبي، انتقمت لكل المظلومين يلي أكلت حقوقهم. يكون موتك أبشع من موتي بكتير. سبب هربت لحتى ما واجه الحقيقة. اليوم ما رح انسى ابدا، ولا رح اقدر افهمه. وقت شفتك وانت غرقان بالوحل ومو مبين منك غير عيونك، طلعت فيني كأني ما كنت موجودة. هذا اللي خوفني يا مراد، خوفني منك. كون
أنا ما رح أذيكي أبدا، لا هلأ ولا حتى بعد ولادة ابني، فما تخافي مني. بالعكس أنا رح كون جنبك. أنا رايح على الحرب وما بعرف إمتى برجع، وبتمنى وقت اللي برجع شوفك يا فاريا وانت حاملة ابننا. ولوقتها وبصفتك مرتي وام ابني اللي رح يولد، الحرم لك من مسؤوليتك. رئيس الحرس؟ سلطانة، قال رايحة مشتكية علي لوالدتك. لهون وصلت معك؟ بدك إيانا نكون زوجين طبيعيين؟ إذا بتقبلي تعيشي مع شخص رافضك فأنا موافق. ما بسمح لك تعاملني بهالطريقة. لا تنسى اللي واقفة قدامك بتكون سلطانة. وإذا نسيت شو رح تعملي؟ بتطلقيني يعني؟ مو هيك قلتي لأمك؟ وهي شو بتقلي؟ إذا بتخسر بنتي رح تخسر معها كل شي، وكل قوتك رح تتبخر، وأحلامك رح تنتهي. شو رأيك بهالحكي؟ قليلي خوفني هالكلام برأيك؟ مين فينا اللي راح تفرق معه لو اتطلقتي مني؟ قولي لي مين. احكي، جاوبيني ما تخافي. يلا قولي. مو مصطفى يلي بتهدد، فلا تغامري بخسارتي.
حضرتك رح تحقق انتصارات عظيمة. واسمك رح ينذكر مع السلاطين العظماء اللي حكموا الدولة العلية. بس فيني قلك انه كل نصر رح يكون في إله تمام، وما رح تقدر تسفك دم اذا ما ضحيت من دمك. اليوم مراد قتل واحد جديد من رجالي، الله يرحمه. آمين. بيزيد رح يطلع بالحملة، يعني أخي ما صدقنا وصدق بيزيد ولهيك ما أخذني. مو هيك، بالعكس، معناها كلامي خلاه يشك بولائه. أصلاً بقاء بيزيد هون أخطر علينا. ماشي، وبلكي بيزيد قتل أخونا بالحملة واستلم هو العرش. لا سمح الله، حتى إذا صار يلي عم بتقوله، وقت يلي بيكون بالعاصمة هو بيعتلي العرش. يعني أنت قلبي مو مطمن. يا سينان باشا، ليش السلطان مراد لياخد بيزيد معه؟ يعني لا سمح الله بلكي يعمل له شيء أو أذاه. لا تخافي أبدا، فرحات آغا عم يراقب أميرنا دائما، وبإذن الله رح يرجع لنا بخير وسلامة إن شاء الله. وقسم، شو آخر أخباره؟ مثل ما توقعتي، رح ترجع على القصر بس يمشي السلطان على الحملة. بعت خبر للجارية صنوبر مشان تعمل اللازم. ممتاز. وهيك بيزيد رح يبعد عن عيونه وما رح يقدروا يوصلوا له أبدا. طقت روحي يا سينان باشا، حابة اطلع وتنفس شوي. لا مستحيل، السلطانة قسم رسمت لك صورة ورح تتوزع بكل مكان، واللي بيعرفك ويبلغ عنك رح يعطوه 10,000 ذهبية. وصلت مع قسم لهالمواصي؟ هالقصة خطيرة يا سلطانة، لازم نكون حذرين. لو شو ما صار إياكي تطلعي برا هالمكان، لازم تصبري، كل أحلامنا بعد شوي رح تتحقق. دستور، حضرة السلطانة الأم رجعت. سلطانة، أهلا وسهلا.
شرفتوا القصر، أخيرا رجعتوا. ضروري بغياب مولانا حدا يبقى بالقصر، كرمال سلامة أمرائي وسلامتكن أنا رجعت لهون. سلطانة أهلا وسهلا، بس حضرتك ممنوع تفوتي على القصر، هي أوامر مولانا. ومين يلي بده يمنعني؟ أنتي ما؟ بس بأي صفة؟ مولانا قبل ما يروح على الحملة عيني مسؤولة على الحرم لك. ساوي يلي بدك يا، وبتحداكي إذا بكل هالقصر بتلاقي شخص واحد ينفذ لك أوامرك، لأنه كل الناس يلي شايفتيهم بالقصر انوجدوا بسببي أنا، وأنتي واحدة منهم. عم تفهمي علي؟ ولا تراهني كتير على اللي ببطنك. بالزور لقدرت اجي يا اغا، فاريا على طول مراقبتني. انتبهي صحيك تحس عليكي. سنان باشا كلفك بموضوع كتير مهم، بس ما رح تنفذيه هلا، حنستنى ليبعد السلطان مراد شوي عن العاصمة. لأنه في حال عرف بموت أمه بيرجع فورا على العاصمة. استني خبر مني وبقلك بالوقت المناسب. خليل باشا، العم عم بيقول إنه عنده معلومات عن الرسمة. إلي شو عندك معلومات؟ خليل باشا، أنتوا عم تدوروا على هاي المرأة اللي بالرسمة، هاي بتجي لعندي على الدكان وبتلتقي مع شخص، بس ما بعرف مين بتكون، ولا بعرف مين بيكون الشخص اللي عم تلتقي فيه. أنا ما بتدخل، بأخذ شوية مصاري وخلاص. إمتى إجت آخر مرة؟ من أكتر من أسبوع، شافت شخص وراحت. يعني ممكن ترجع مرة تانية؟ هيك ما بعرف والله، بس هنين قبل ما يجوا بيعطوني خبر بالعادة مشان ما سكر المحل. عظيم، قبل ما تجي تعطينا خبر. أمركن يا باشا، واضح إنه هي حدا مهم كتير لتهتموا فيها هيك، يعني جائزة 10,000 ذهبية ما بتندفع لأي حدا. انت بس وصلنا لهي المرة وحتكون راضيان. شاه الفرس بعت هالمكتوب لحضرتك. سلطان مراد خان، يبدو أنك تسعى لاحتلال ما كسبته بقوة سيفي، إنما تقوم به أيها السلطان جهد لا طائل منه، فأنت أيضا مثل أجدادك لن تستطيع احتلال بلاد فارس أبدا. بإمكانك أن تحتل ريفان وتحرقها أو تبيدها، لكن هذا النصر ليس أبديا، لأنها ستعود عاجلا أم آجلا إلى صاحبها الأصلي. لذا أنصحك أن تعود إلى عاصمتك مسرعا، لأن لا قلعة ريفان تهمني ولا أمير جوناي. شاه صافي ترك ريفان تواجه قدره. شو في يا حسين؟ مولاي
مثل ما توقعنا، فشلت عملية اغتيال أمير جوناي. الباشوات اللي راحوا على المفاوضات انقتلوا هن على الطريق. أنا شخصياً رح أحمي سموك، والإنكشاريين كلهم داعمينك. المهم منحقق هدفنا وبسرعة. هالحكي ممتاز. إياك والغلط يا فرحات. الغلط ممنوع، مجرد الشك فينا بيقطعوا لنا روسنا. طبعاً روحنا فداك يا سمو الأمير، وفيك تكون مطمن. ظلم السلطان مراد اليوم رح ينتهي أكيد، وبإذن الله أنت رح تعتلي العرش وتكون حاكمنا، حاكمنا العادل اللي رح ينصف كل مظلوم. إن شاء الله يا فرحات، إن شاء الله. هاي الفرس بعتولنا رسلون، عم يضيعوا وقتهم. بناء على أوامر والي قلعة ريفان كولو خان ميرزا طهماز، اجينا نشوف السلطان مراد خان. مولاي مو فاضي، بدك تستنى. معناها أميرك ما هرب مع جنوده، لساته بريفان. بعتك لتطلب العفو من مولانا؟ أميرنا ما بيهرب أبدا، وحتى ما بيطلب العفو، وما بيخاف من حدا. سمعتوا يا حسين باشا؟ قال أميره ما بيخاف ولا بيطلب عفو من أي حدا. وقت يشوف صولجان السلطان مراد بجوز يغير رأيه. يعطيك العافية معلم. الله يعافيك. خير يا أغا، في شي؟ لا تسكر الدكان اليوم المساء، نحن في عنا شغل. طيب تكرم، حأنطركن المساء. ماشي، بخاطرك. مع السلامة. لساتكن عم تراقبوها؟ طبعاً عم نراقبها. هالحية مخبية شيء أكيد، ورح أكشفها عن قريب. أنا عم راقبها على طول، بس لهلأ ما مسكت عليها أي شيء. كل ما تأخرنا عم حس بالخوف. مو خايفة على حالي، خايفة على ابني. واثقة إنه هالمخلوقة في وراها سر، لازم نحن نكشفه بأسرع وقت ممكن. لا تاكلي هم.
جناب السلطان مراد خان، شكرا كثير لانك وافقت تشوفنا. حضرة والي ريفان بده. والي ريفان؟ هي الصفة بتحكيها قدام شاهك وبس. طلب مني وصل لجنابك بالغ الاحترام والتقدير بالبداية، وأعرض عليك اتفاق الصلح. هالطرح مرفوض. أنا لا يمكن أعفي عن أميرك الخاين إلا بشرط واحد، إنه يسلمني القلعة، وإذا ما رضي رح دمرها باللي فيها. قل له لأميرك هذا هو عرضنا الوحيد. أميرنا ما بده نتورط بسفك الدم، ولهذا السبب فكوا الحصار وتراجعوا فورا، وإلا رح تكون حرب بدون نهاية. إن شاء الله يكون أمير جوناي زلمة شجاع مثلك. إذا ما انتصرنا تأكد إنه نحن رح نضلنا هون. إذا بدكم تحاربونا فكل جندي من الفرس حيكون درع منيع للقلعة ويقدم روحه فداء لإله. وشغلة تانية، من واجبي خبرك إنه الشاه صافي رح يجي على رأس جيش كبير. أعطوه رسالة الشاه تبعه. شاهك المقدام صافي ما رح يجي ينقذكن. تخلى عن ريفان وعن عسكرة وتركها تواجه قدرها لوحدها، وتخلى عن أمير من لحمه ودمه. يعني باختصار انتو هلأ لحالكن، فيك تنصرف وتخبر أميرك بهالعرض. نشوف شو رح يكون جواب أمير جوناي على عرضي. أنتو برأيكم رح يستسلم ولا رح يحارب؟ برأيي يا مولاي إنه هو ما رح يستسلم، بس ما حدا بيعرف قديش رح يصمدوا. ريفان رح تسقط عاجلا أو آجلا. مولاي، أكبر نصر هو يلي بتحقق بلا إراقة الدماء. أمير جوناي عرف نية الشاه وأكيد رح يسعى لعقد الصلح. مولاي، الشاعر مفيد طالب انه يشوف حضرتك. خليه يجي. سامحني يا مولاي اذا كنت عم اقاطعكم. خير يا مفيد، شو الموضوع؟ اعذرني على فضولي. طهماز كولو امير جوناي سلم قلعته؟ ليش هالسؤال؟ لأني شفته من شوي وهو طالع من خيمتكم وفكرت إنه استسلم. أنت شو عم تحكي؟ هذا كان رسول الفرس. لا تكون مخربط يا مفيد. لا يا باشا، أنا شفته من قبل مثل ما بتعرفوا، وحكيت معه كمان. أنا متأكد منه، بالعلامة كان لابس عمامة وفيها جواهر، هو بذاته. يعني أمير جوناي وقف قدامي بصفة رسول، معناته وصفك إله كان صحيح، إنه شخص شجاع ومقدام.
سلطانة، شوي صغيرة وبترتاحي. مفعول هذا الزيت قوي كتير وسريع. إن شاء الله. من هلأ ريحني. أدخل. مولاتي السلطانة، أنا آسف على المقاطعة، خليل باشا باعت خبر. شوفي. الزلمة اللي جابلنا المعلومات الأخيرة قال له اليوم للباشا إنه السلطانة جلبهار رح تيجي لعنده المساء. كتير عالي. روح خبر الحراس بدنا نطلع المساء. تحت أمرك. صنوبر خانو، شو الموضوع؟ قليلي صاير شي معي؟ ما في وقت معنا يا إدريس آغا، دغري خبر الباشا يمنع السلطانة قل بهار تروح على الموعد. هن نعرفوا إنه رح تطلع، رح يداهموا المكان. سلطانة فاريا؟ وين نحن؟ شو عملتولي؟ آه، ليش رابطيني؟ أول ما إجيتي على الحرم لك عرفت إنه في وراكي ملعوب وضليت وراكي لمسكتك. مسكتيني؟ ليش أنا شو مساوي؟ أنا ما عملت شيء أبداً. إذا السلطانة قسم بتعرف بهالشي. إذا عرفت بعملتك شو رح تساوي؟ فكري بهالسؤال. قليلنا هلأ مين الباشا اللي بعتي له خبر؟ أي باشا؟ ما بعرف شو قصتكن. أنتوا أكيد عم تفتروا. سمعناكي عم تقليله أوعكن تخلوا السلطانة قل بهار تروح المسا. السلطانة قل بهار مو ميتة؟ مو هيك حكيت، بجوز سمعتوني غلط. مين السلطانة قل بهار؟ أنا ما بعرفها. لا تتزاكي علي، احكي خلصيني وإلا ما رح تطلعي من هون عايشة. هالخبر لمين بعدتي؟ سلطانة أهلا وسهلا، جبت لكم معي 100,000 ذهبية. وهذا المبلغ هدية لحضرتك ولسموه الأمير من الشاه صافي. عظيم. Thank you.
يا رجال، أنا بدي أشوف مولانا السلطان، جايب له خبر كتير مهم. هلأ مولانا عم بيستريح، تعال الصبح. ما بقدر استنى، في شغلة مهمة، رح خبره وأطلع فورا. بهالحالة لازم تسلم خنجرك وسيفك. أنت رح تقتله بإيدك. نفذ يا بيازيد. بحبك يا بيازيد، وحتى لو قتلتني مولانا. بعتذر منك، آسف إني عم إزعجكم بهالوقت المتأخر، بس في موضوع مهم وصعب يتأجل للصبح. الشاه صافي بده تنتهي الحرب اللي بداها السلطان مراد مع الفرس. لا السلطان مراد ولا الحرب مع شاهكم بهموني بشي. أنا طلبي الوحيد أنه أميري يستلم العرش، ونحن رح ندعمكم طبعاً إذا بتضمني لي ترجع قلعة ريفان لشاه الفرس. رح أسلمكم كل الأراضي بعد أماسيا، أهم شي ثبات موقفكم. لا تاكلي هم يا سلطانة، من اليوم ورايح حلفنا رح يكون دائم. أخيراً طلعتي من الوكر تبعك؟ سمو الأمير، السلطان مراد انتقل لرحمة ربه. يا ريت ما قتلته يا فرحات. بس هو ما ترك لي خيار تاني. انتهى الموضوع يا سمو الأمير، هلأ العرش صار لإلك.
رح يبكي. انتو ليش عم تبكوا؟ خلص لا تخافوا، ما حدا بيقدر يأذيكم، أنا رح أحميكم. بخاف يتلوتوا إيدي بالدم. بخاف كون سلطان ظالم وتتلطخ إيدي بالدم. بخاف كون ظالم. أنا ما بخاف من شي. كنت صغير بوقتها، بس هلأ فهمت. مظبوط كشفتيني بالنهاية، بس لا تفرحي يا قسم، اوعك تفرحي، لأنه هالفرحة رح تتحول لغصة وقت يوصلك خبر موت ابنك السلطان. خرسي أحسن لك، أنا ما بتمشي علي مثل هيك ألعيب. لما تشوفي جنازة ابنك تعرفي إذا كان هالشي كذب ولا حقيقة. سكوة فوراً. يا غوات احمي السلطانة. سلطانة هاد أنا، الوضع صار خطير، خلينا نمشي. أيامكن انتهت يا قسم، أيامكن صارت معدودة أنت وابنك. سلطانة 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 سلطانة. حسين باشا، شو الموضوع؟ صاير شي مشكلة؟ سمو الأمير، للأسف مولانا تعرض لمحاولة اغتيال. انت شو عم تحكي يا باشا؟ هذا اللي صار. ليكون سمو الأمير، سمو الأمير بيزيد رئيس الحرس. شو صار لمولانا السلطان؟ زيد للأسف أقرب الناس لإلي هنن اللي بيخونوني، مع أنهم أكتر الناس اللي بوثق فيهم. وبتيجي الخيانة من شخص ما كنت متوقعه أبداً.
مولاي. مين؟ مين عمله؟ أنتم ما عرفتوا؟ قائد الفوج الانكشاري 38 فرحات آغا. مع هيك منشكر الله ومنحمده انه ما صار لك شيء. توقعنا يصير محاولة اغتيال، ولهيك عملنا كل التدابير اللازمة. الأغا البريء كان كبش الفدا لهي الخيانة. شوفي شو هالضجة. تعال معي. فرحات آغا وكلمة آمر مشي وراه رح يدفعوا الثمن غالي. هنن والسافل اللي عطاهن الأمر. المهم إنه حضرتكم بخير. يمكن لسه ما إجا وقتي. أنا كم مرة نبهتك يا سلطانة، ليش طلعتي لبرا؟ كان بدي شوف رسول الفرس لأضمن الاتفاق اللي بيننا. بس اللي ما فهمته لهلأ، أنت كيف عرفت أني طلعت على السوق؟ سمعت صنوبر خانم أنه قسم سمعت بموعدك بالسوق، فبعتت لي خبر مع إدريس آغا ولحقناكي فورا. الحمد لله اللي ما تأخرت. أنا من هون ورايح، ما رح أسمح لك تطلعي من هون أبدا. رح أقفل البواب عليك إذا اضطر الأمر، لأنه إذا بصير عليك شيء ما عاد بهمني شي لا العرش ولا السلطنة. يا ريت تستوعب اللي عم قوله. الشي اللي بيعطيني معنى للحياة هو أنت يا سلطانة. سينام باشا، أنا فهماني عواطفك ومقدرتك وحبك، بيهمني وبيعني لي، بس ما في أمل من هالحكي. لا تنسى أني أم أمير وما عندي غير هم واحد بالحياة، هو ابني الأمير بيزيد. سيطر على عواطفك، العواطف بتضعف الإنسان وبتخليه يغلط. سلطانة، هلأ بدك توعدني، لو شو ما كان مصيري أنت بدك تعيش، ولآخر نفس بحياتك حتكون جنب ابني الأمير. وعدني بهذا الشيء. بوعدك، بوعدك يا سلطانة. ما رح تنفدي من بين إيدي، لهيك احكي أحسن لك. السلطانة جلبهار لساتها عايشة؟ ومين الباشا؟ قولي لشوف. ما عم أفهم عليكي يا فاريا، ليش عم تعذبي حالك؟ مشان مين؟ أنت شو قصدك؟ شو رح تستفيدي بالآخر؟ وقت تولدي شو رح يصير فيكي؟ رح ياخدوا ابنك من بين إيديكي، والسلطان مراد فوراً رح يقتلك.
مثل ما عمل بالسلطانة عائشة. لو كنت مكانك ما بضيع وقتي وبهرب من القصر. لا تفكري بحالك، فكري بالولد اللي رح يولد. ليش أصلاً أنت مين طلب رأيك؟ أنا زوجة السلطان مراد الشرعية، ومو أنا اللي بفكر أهرب مثلك، عم تفهمي؟ مو أنا. فكيها مدى. الكل رح يشوفوك على حقيقتك. قومي. بعدي. امشي لشوف. سلطانة، أمي رح تطيبي، لا تقلقي. لا تقلقي. حجي آغا، وين الحكمة لهلأ؟ روح جيبه، روح. بعدت لهم خبر سلطانة. وكيف صار هيك؟ شو وصل أمي لهي الحالة؟ كنا رح نمسك السلطانة جلبهار، وفجأة إجوا رجال من التمين وهجموا علينا، وبهالعجقة جلبهار هربت والسلطانة الأم غابت عن الوعي. حجي آغا، أنت شو اللي عم تقوله؟ الشي اللي عم بسمعه مزبوط؟ جلبهار ماتت من شهور؟ جلبهار عايشة وعم تخطط لشي، هي وابنها بيازيد. إن شاء الله السلطانة تتعافى بسرعة، وإلا كلنا رح نروح فيها. ما تخافي، رح تتعافي إن شاء الله. امشي لاليزار خانم، تفضلي. وثقتوا فيها وبعتوها للسلطان، وبالآخر طلعت خاينة. سلطانة، أنت شو عم تقولي؟ سلطانة جلبهار عايشة، والشهر يا صنوبر جاسوسة لإلها. كذب، لا تصدقي كلامها، أنا ما بعرف عن شو عم تحكي. لا تصدقي، كل شي عم تقوله كذب. سبقوني أنتوا على جناح السلطانة، سلطانتنا تعبانة ووضعها خطير. ليش؟ شو بس سلطانة الأم؟ غايبة عن الوعي وحالتها خطيرة كتير. بقدر ساعد السلطانة واشفيها. خرسي انتي، الله أعلم شو في براسك ولا شو عم تخططي. هلأ صحة مولاتنا السلطانة الأم أهم شي. حقيقة وضعها ما بعرفه، بس أنا متأكدة إنه فيني اشفيها. اسمحوا لي شوفها. شو عم تسقيها؟ قطر؟ ما القطر بيضرها وراح تسوق حالتها. اسحقن تصدقوها. صنوبر عم تتواصل مع السلطانة جلبهار، انا اليوم مسكتها. جلبهار؟ انت كمان؟ سلطانة، هلا مو وقته هذا الموضوع. حجي آغا، انت قلن انا بعالج السلطانة دائما، خليني عالجها هالمرة كمان. مرض السلطانة معروف، قطعت حلو بتريحها. لا لا، ما بيصير هيك، بتقتلوها لا سمح الله. يا ربي دخيلك لطفك ورحمتك. وطا سلطانتنا عم بيتدهور يا سمو الأمير، كلام الجارية مزبوط. والعمل هلأ؟ لو سمحتوا اسمحوا لي اتصرف، أنا بعرف العلاج المناسب. شو علاجها؟ خلصيني احكي. بالأول ضروري نسقيها مي، لازم تشرب كمية كبيرة، وبعدين رح أضر لها مرهم خاص. بس بدي تجيبولي ورد وترمس وكركم وحلبة. يا حكيمة، شو ناطرين؟ روحوا جيبوا لها اللي بدها اياه، وانتي لا توقفي، روحي جيبي مي. روحي. نحن في عنا كركم وحلبة بالقصر، بس الترمس المر ما عنا منه، بالسوق ممكن نلاقي. انا حروح جيبه. امي كرمالي تحملي. عينتك قائد الانكشاريين مشان تضبطهم، معقول ما شفت الخيانة وهي قدام عيونك؟ مولاي، أنا بكل فوج حطيت واحد من جماعتنا، بس للأسف انعرفوا، فقدروا الخونة يشتغلوا بالسر. بعرف إنه هذا مو عذر،
إهمالي واضح وراضي بالعقاب. هالحكي مو وقته كمال كيتش، بدي أعرف كل شخص متورط بهالقصة. حقانا مع كل الأغوات يا مولاي، واتضح أنه الخيانة من فرحات هاغا ومن الفوج تبعه بس. معناها هاي مو حركة تمرد عمي؟ لا أبدا، وكم واحد بس من الخونة هنن اللي قدروا يهربوا، وقبل طلوع الضو رح منجيبهم على مقر الجيش إن شاء الله. وأنا اللي كنت عم أقول يا مراد، أنت عم تشك بالكل وبدون أي مبرر. شوف شو صار يا مصطفى، غدرني أقرب الناس لإلي بيازيد. مولاي، أول شيء والأهم أنك الحمد لله بخير وما تزيت، وبالواقع أنا مثلك تماما، بحياتي ما شكيت بسمو الأمير بيازيد. ليش يا بيازيد؟ ليش طمعت بالعرش؟ بعد حريق العاصمة وقفتنا هديك المرة وطالبت بصعودك على العرش، معقول كلامها هو اللي شجعك؟ لك يا ريت، يا ريت لو كان اللي على العرش سمو الأمير بيازيد، ولا لتكون أمك هي اللي سممت تفكيرك. كان بدك بيازيد يستلم العرش؟ مولاي نهائيا. ولا لأني طلبت منك تقتل البنت اللي كنت تحبها؟ مراد، نفذ يا بيازيد. حلفت لي إنك مخلص وإنك مستحيل تخوني. بدي إياك تعرف إنه مستحيل بيوم من الأيام أصغي لأي فتنة. ثقتك فيني مستحيل ساوم عليها. أي حدا بيفكر يفتن بيننا أنا رح أقضي عليه. مولاي، أقسم بالله إني ولا مرة فكرت بخيانتك أبدا. ليش يا بيازيد؟ ليش طمعت بالعرش؟ ليش؟ متأكدة إنه هاد الشيء رح يفيدها يا صنوبر؟ أي نعم يا سلطانة، حيفيدها أكيد. طمنوني شو الوضع؟ لسات على حالة وعم يسقوها مي. جبت اللي وسطك عليه صنوبر؟ إيه جبتهن. هذا الترمس المر، يلا تصرفي بسرعة. حاضر يا سمو الأمير، خليكن عم تسقوها مي. We'll be right back.
يلزمني سكين حدة كمان. شو قلتي؟ وانت شو بدك بالسكين؟ لأنه من الضروري ساوي جرح صغير بجسمه، المرهم المفروض يفوت لجوا. أعطوها طلبة. اسمعي يا خانم، إذا أمي بيصير عليها أي شيء رح يكون آخر يوم بعمرك. بيقولوا بنشيد الانكشارية بقلوبنا القوية وأسرارنا نستل سيوفنا المدرجة لنصب جام غضبنا على أعدائنا. نقسم بالله، نقسم بالله، ما منعرف القدر شو لسه مخبيلنا. ما بيصير غير اللي كاتبه رب العالمين. دستور مولانا السلطان مراد خان المعظم. هاد الخاين وأتباعه الأندال جربوا يعملوا فيني مثل الخون اللي قتلوا أخي، كان بدهم يغتالوني بإيد هاد الخاين الخسيس. حاول يقتلني مبارح بالليل بس هو ما توفق للأسف. فرحات آغا، أنت حملت الخنجر وتجرأت على مولاك، هو المين اللي أمرك؟ إذا حكيت أنا بوعدك يدفنوك وإلا بطعم جستك للكلاب. سلطان مراد، بدك تعرف مين أعطاني الأمر بالتمرد؟ رح جاوبك. اللي أمرني إني أقوم بهالعصيان
هو صوت المظلومين اللي عانوا من جبروتك، صوت الناس اللي ماتوا وتشردوا بسبب ظلمك. أنا ما قدرت أقتلك، بس بالأخير إلا ما يقدر عليك حدا. كل ظالم فيه له نهاية. عهدك ما رح يستمر، رح يجي حدا بالنهاية ويحط حد لظلمك ولدمويتك، رح يذكرك التاريخ باسم مراد الظالم. أي عصيان؟ أي خيانة؟ مين ما كان الخاين؟ رح يدفع روحه الثمن. يا الله! يا الله! الله أكبر! Çalkan eyvallah, kahrımız, kılıcımız, düşmana ziyan eyvallah. Baş bir yan, sine bir yan, çalkan eyvallah. Kahrımız, kılıcımız, düşmana ziyan eyvallah. سواعدنا وصليل سيوفنا يرهب أعداءنا. لمولانا نرفع صوتنا عاليا لتسمعنا كل الدنيا. قولوا معي هو. مولاي، الشي اللي صار كتير مؤلم. العسكر بالحملة بدل ما يحاربوا أعداءنا ويواجهون، وجهوا اسهام الغدر لظهر قائدهم، بس الحمد لله ما توفقوا. جبتك لهون خصوصي لحتى احصل على فتوى. بخصوص شو يا مولاي؟ بالماضي كان في رجال مقتدر صاحب مزرعة وكان عايش فيها مع أخوه الصغير يلي كان بيوثق فيه كتير وبيعتمد عليه ومأمنه على كل شيء. العلاقة اللي بتجمع بيناتهم كانت قوية، بس إجا يوم الأخ الصغير انحرف عن الطريق الصحيح وانغمس بمستنقع الخيانة وراح تحالف مع الأعداء لحتى يسيطر على مزرعة أخوه. بس الأخ الكبير كان آخذ احتياطاته وقدر يهزم أعدائه وينتصر عليهم، بس ضل متردد بوقتها شو بده يعمل مع أخوه. لهيك حابب أسألك، أخ خاين مثل هاد شرعاً برأيك شو لازم ينعمل؟ مولاي، ليكون سمو الأمير
طيب يا مولاي، لو سمحت أنا بدي أفكر بسؤالك وبس أوصل لنتيجة بهالفتوى رح أعطيك الجواب. على خير. استنى الوقت المناسب، ولما اجتنا الفرصه لنخلص منه ونوصل لهدفنا انت دمرتي كل شيء. قبل ما تلومني بس اسمعني، عفرض السلطانه قسم ماتت كنا مستحيل ننفذ، لانه السلطانه فاريا امبارح كشفتنا وسمعتني وقت كنت عم بحكي معك وضربتني على راسي وحبستني، ولما ما اعترفت قالت للست لاليزار. ولا تخلصي من التهمه اللي ممكن تتوجه لك انت ساعدتي السلطانه قسم. لا تقلق، هذا حل مؤقت. والسلطانة فاريا شو وضعها؟ شكلها رح تجيب لنا وجع راس كتير. رح أخلص منها، لا تشغل بالك. رح أعمل لها سم لتجهد ابنها وتموت بعدها. هالفترة ما بدي شوفك ابنه، لا تحكي معي ولا مع سنان باشا، العيون رح تكون علينا. مرضى اسمه داء السكري، وبالعادة لما كانت تتعب كنا نعطيها سكر نبات أو قطر أو أي شيء حلو وفوراً تستعيد وعيها، بس هالمرة ما فهمنا شو اللي صار بالضبط. وليش نحن ما منعرف؟ ليش خبيتوا هالشي عنا؟ سمو الأمير، السلطانة وصتنا ما نقول من شان ما حدا يزعل. عتيقة صدقيني شفتن بعيوني وسمعت شو قالت له بإذني. فاريا المخلوقة عم تساوي المستحيل لتنقذ أمي، لو مزبوط ليش لحتى تساعدها؟ وشو عرفنا أنه رح تنقذها؟ ما حدا بيعرف شو هالدواء، بلكي هي السبب بهالمرض. سلطانة فقتي؟ امنا فائت، امنا فائت يا جماعة. الحمد لله ربنا استجاب لدعائنا. امي الف الحمد لله، الف الحمد لله، موتينا خوف. دافع فورا بسرعة. مولاي إلنا أيام عم نقصف بالمدافع وما قدرنا نفتح لهلا ولا ثغرة واحدة، القلعة محصنة منيح. القصف رح يستمر، ما رح توقفوا ولا لحظة. مولاي عساكر فوج حفر الأنفاق عم يشتغلوا كل الوقت من الجهتين، وإذا استمروا رح نوصل لنتيجة أكيد. مع هيك إذا أمير جوناي ما استسلم لقلنا رح يطول الحصار، وإذا إجا الشتي على بكير رح تصير مهمتنا أصعب. إن شاء الله أمير جوناي يفهم بسرعة أنه الاستسلام رح يكون أفضل خيار.
استعداد؟ أطلق! شيء مؤسف يا عباس، قطعوا عنا المي والمؤن تبعنا بلشت تخلص. ما بعرف قديش فينا نصمد قدامهم. خلينا نصبر كمان شوي. متأكد انه الجاح صافي رح يبعتنا مؤازر عن قريب. انت لهلأ متأمل بدعمه وهو مو سائل عنا. تركنا نواجه قدرنا. أميري، السلطان مراد بعتلكن رسول وطالب مقابلتكن. خلي يفوت. أمرك. الشاعر مفيد؟ السلطان مراد بعتك رسول حرب؟ بما أنه حضرتك رحت لعنده بنفس الصفة، فمولانا السلطان حب يعاقبك وبعت لك شاعر كرسول حرب. إيه ليش لا؟ ليش لا؟ بس لو كان وقف قصف المدفعية وانت عنا مشان ما تموت بنيران صديقة. دمكن الخفيف يا حضرة الأمير، بجوز يهون عليكم الخسارة. مولانا بعت لكم معي هاي الرسالة. طهماز كولو أمير جوناي، أنا ظل الله وملك الأقاليم السبعة السلطان مراد خان، وهذا تحذيري الأخير. قلعة ريفان ستسقط عاجلا أو آجلا، حينها سنقطع رأس كل شخص يمسك بيده سيفا. نساؤكم وأطفالكم سنأخذهم أسرى، ولكن إن استسلمت فورا ولجأت إلى رحمتي فأعدك أن يدخل سيفي إلى غمده مجددا. أنا رح سلم القلعة لمولاك، روح وقل له هذا الشيء وبدون مقاومة. بس عندي شرط واحد. سلطانة لا تصدقي كلامها، صنوبر جاسوسة وبتشتغل لصالح جول بهار. كانت واقفة مع الآغا ووسطه وقالت له خبر الباشا مشان ينبه السلطانة جول بهار. مين بيكون الباشا؟ ما ذكرت اسمه، بس بما أنها موجودة خليها تقلك. مولاتي السلطانة، بحلف لك أنه هالحكي كله كذب وافتراء. السلطانة بدها تخلص مني مثل ما تخلصت من السلطانة عائشة بزمانها. مين بيعرف بجوز تكون على علاقة بالسلطانة جول بهار وعم تتواصل معها؟ لك انتي منين اجتك الجرأة لحتى هيك تقولي؟ اهدي يا فاريا، وانتي انتبهي على كلامك. سامحيني بس السلطانة بتهددني على طول، وطبيعي دافع عن حالي. بعدين اذا كلامها صحيح وكنت خاينة ما كنت داويتك ابدا. بعد ما كشفناها داوتك لتغطي على عملتها، هذا ملعوب. انت كيف قدرتي تعرفي شو هو مرضي؟ وكيف لقيتي الدواء بعد ما كل الحكمة عجزوا يلاقوه؟ لانه المرحومة والدتي كانت مريضة بنفس هالمرض كمان، ومن فترة لاحظت عليك الاعراض نفسهم، بالاخص العفو من حضرتك. وقت نفاكي مولانا تعبتي زيادة، وحجي آغا طعماكي سكر، وقتها تأكدت
سلطانة. الآغا اللي كان واقف معها اسمه إدريس آغا. إدريس آغا أنا بعرفه منيح يا سلطانة. صنوبر كانت تبعته يجيب الأغراض. الحمد لله أنه في شاهد. فعلا قديشك وحدة كذابة ووقحة. أنا بعيوني شفتكم. بكفي بقى، حاجة تحكوا أعصابي مو متحملة. هلأ يلا نصرفوا. شو هالمصايب هاي؟ ما بكفيني قصة قول بهار، ما بكفيني الحكي اللي قالت لي اياه. معقول يطلع اللي قالته قول بهار مزبوط وما ارجع شوف ابني؟ الله يحميه يا سلطانة. قول بهار ما بيتاخد بكلامه ابدا، اصلا كل هدفها تشوش تفكيرك.